هكذا تنبأ ضابط فرنسي بغدر الجزائر للمغرب منذ أزيد من نصف قرن. روى عبد الكريم بناني رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة واقعة استجواب ضابط فرنسي لصحفي مغربي بالجزائر في مطلع استقلال المغرب. انتهى بتوقع الضابط الفرنسي بأن تغدر الجزائر المغرب بعد استقلالها. تعود القصة إلى بداية استقلال المغرب سنة 1956، حيث اختطف الجيش الفرنسي طائرة مغربية كان على متنها 5 من قادة الثورة الجزائرية، كانت متجهة من الرباط إلى تونس، وكان معه في الطائرة الصحفي المغربي الجلال بن عمر. وعندما هبطت الطائرة في الجزائر، خضع الصحفي المغربي لاستجواب حول دواعي تواجده مع قادة الثورة الجزائرية، ودار بينه وبين الضابط الفرنسي سجال حاد. روى بناني أن الضابط الفرنسي قال للجلال بن عمر: كيف تسمحون لأنفسكم أنتم المغاربة بأن تدعموا هؤلاء؟ سمى الجزائريين بعبارات قدحية، فانتفض الصحفي المغربي وصرخ في وجه الضابط الفرنسي بأن الجزائريين والمغاربة إخوة، ودافع عنهم بشدة. رد الضابط الفرنسي: أنتم المغاربة لديكم دولة قائمة منذ 12 قرنا، ولديكم مؤسسات وملكية وكنتم إمبراطورية، والآن تريدون أن تدعموا هؤلاء، يعني الجزائريين. ومرة أخرى انتفض الجلال بن عمر وثار في وجه مستجوبه الفرنسي ودافع عن الجزائر وعن استقلالها. فرد الضابط على الصحفي المغربي: إذا استقل هؤلاء، يعني الجزائريون، فإن أول من سيغدرون به هم أنتم المغاربة. واقعة أخرى تؤكد وفاء المغرب للدفاع عن الجزائر في عز خضوعها للاستقلال الفرنسي، تعود تفاصيلها إلى سنة 1958، حين جاء الجنرال الفرنسي دوغول إلى طنجة، حيث كان ينعقد اجتماع زعماء أحزاب من المغرب والجزائر وتونس، من بينهم القيادي الجزائري فرحات عباس، واتفقوا على البقاء ملتحمين لمساعدة الجزائر على نيل استقلالها، مع ترك مناقشة مسألة ترسيم الحدود إلى ما بعد الاستقلال، يعني استقلال الجارة الشرقية. وجرى التوقيع على هذا الأمر في محضر اتفاق. يروي عبد الكريم بناني نقلا عن شخصية مغربية قال أنها ما زالت على قيد الحياة دون ذكر اسمها، أن الجنرال دوغول طلب من هذه الشخصية أن تتحدث إلى الملك محمد الخامس بخصوص علاقة فرنسا مع الجزائر، متعهدا الجنرال دوغول بأن الجزائر ستصبح مستقلة ولكن بعد سنوات، ريثما تتم تهيئة الرأي العام الفرنسي لتقبل الأمر. واستطرد بناني في سرد تفاصيل هذه الواقعة نقلا عن الشخصية المغربية ذاتها بأن الشرط الوحيد الذي اشترطه الجنرال دوغول على المغرب ليفي بالوعد الذي قطعه على نفسه باستقلال الجزائر هو أن يكف المغرب عن مساعدة الجزائريين والتوقف عن إمدادهم بالسلاح والمال، غير أن هذا الشرط قوبل بالرفض من طرف الملك محمد الخامس. وحسب المعطيات التي قدمها عبد الكريم بناني، فإن الشخصية التي لجأ إليها الجنرال دوغول لتوصيل طلبه إلى السلطات العليا نقلت بمعية شخصيات أخرى الأمر إلى محمد الخامس، فكان رده: قولوا للجنرال دوغول أن يحتفظ بكلامه لنفسه، أما أنا فلن أخون الشعب الجزائري ولن يشزل علي التاريخ أنني غدرت الثورة الجزائرية. من جهة ثانية، اعتبر بناني أن المغرب لا يعول على أي طرف آخر ليحل النزاع في الصحراء المغربية، وأنه يعتمد على نفسه فقط، وزاد موضحا: لا يمكن أن ننتظر أن تأتي دولة ما كيفما كانت في يوم من الأيام وتقول إننا سنحارب معكم، هذا غير ممكن، لأن كل دولة لا تدافع إلا على مصالحها الشخصية. وعاد المتحدث ذاته إلى أوساط سبعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن المحاولات التي قامت بها الجزائر من أجل كسر المغرب فشلت، لأنها كانت تتكسر على صخرة اللحمة المغربية الصلبة ومتانة الجبهة الداخلية على حد تعبيره. وأكد بناني أن الجبهة الداخلية المغربية قوية جدا ولن يستطيع العدو كسرها، ولكنه دعا إلى التحلي بالحذر وإلى ضرورة استمرار حشد جميع مكونات المجتمع والمواطنين لتعزيز اللحمة الوطنية وعدم ترك أي ثغرة لينفذ منها خصوم المغرب لتدمير اللحمة المغربية والملكية المغربية.